ستين انسان، 60 انسان. تمام، شكرا، خليك معايا لو سمحت استاذ خالد، لان معايا الاستاذ ايمن شعراوي وهو السائق اللي حضرتك صورته بكاميرا الموبايل وبيتعرض دلوقتي سلوكه وهو سائق السوبر جيت على الهواء مباشرة. والحقيقة هو راجل شجاع وبيواجهنا اهو. استاذ ايمن شعراوي، ايه تعقيبك على الفيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ والله انا تعقيب يعني على الاستاذ اللي هو يعني صور، هو حضرتك انا مش عارف هو عمل كده ليه، يعني هو حضرتك انا فيه لا مبالاة، لا مبالاة في السواقة واستهتار وكلام في الموبايل. بص وبتتفرج على فيلم ومعاك 60 واحد راكبين معاك. اتفرج على فيلم ازاي اذا كانت الشاشه فوقيه في نص، يعني تعتبر انا ما اعرفش ابص عليها. طب استاذ ايمن، انت عندك تلفزيون؟ عندك انت بتتفرج على الفيديو ولا لا؟ سيدي الفاضل انا بظبط ليهم الفيديو وبسيبه، يعني لو بصيت مثلا بصه بشوف الـ 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 الفيلم شغال او مش شغال، انما مش بالطريقه اللي هو حضرتك هو مصورني بيها دي. يعني انا فاهم، احنا بس شايفين قدامنا حاجه، وانت عارف ان الكاميرا لا تكذب، وشايفين انه في حاله لا من ولا تماما بينك وبين مهنتك. انت لا تمارس مهنتك بشكل يوحي بانك انت خايف على ارواح الناس اللي راكبين معاك. انت ليه ما عندكش رقابه ذاتيه بينك وبين نفسك؟ يعني لو ما فيش حد بيتابعك، انت ازاي بتسوق بالطريقه دي وتعرض حياتك انت شخصيا وحياه الاخرين للخطر؟ انت ماسك الموبايل يا راجل وانت سايق السوبر جيت ازاي؟ ده انا وانا سايق عربيه ملاكي صغيره لا 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 اجرؤ ان انا امسك الموبايل في ايدي. يا فندم هو احنا بنتلقى مكالمات من الموبايل ده في شغلنا في حياتنا كلها، احنا مش بطريقه ان انا مثلا ماسك الموبايل وعمال بحب فيه. انا طريقه مثلا انت كمان عايز تحب فيه يا ايمن؟ عايز. طب افرض ان انت وانت سايق ماسك الموبايل في مثلا حصل حاجه في اطار العربيه، في الكاوتش بتاع العربيه، الدركسيون. انت دلوقتي مثلا انا شايفك وانت بتولع سيجاره زي الفل، سبت الدركسيون خالص والعربيه ماشيه لوحدها وانت يعني يا دوبك لامسه كده. ايه الثقه الفظيعه دي؟ تشرب ميه بتسوق بايد واحده؟ ده الكلام ده لو انت بتسوق بينك وبين نفسك، انما لما معاك ناس الا تشعر بان انت بتعرض حياتهم للخطر؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، قول للاستاذ انا ماشي الساعه كام؟ في عز احسن ساعه نوم لاي بني ادم. طب انت مش دي مهنتك؟ أنا تتقاضى عليها اجر ولا بتشتغل ببلاش؟ يا فندم تتقاضى على مهنتك اجر ولا بتشتغل ببلاش؟ هو الموضوع بالاجر ولا ان الواحد بيبقى فايق في طريقه؟ لا يعني انا انت بتقول الاستاذ اللي كان راكب جنبي شافني مثلا بنام بسقط او مثلا بشرب مخدرات او مثلا ده اللي تتكلم فيه في حاجات زي كده. طب يعني بقول لك استاذ ايمن، انت لو مش فايق كويس ولو انت مش نايم كويس ولو ده ميعاد نومك ما تطلعش بالناس، لان كويس انا مش هخرج. ايه ذنب 60 واحد انت بتنقلهم ومسؤول عن حياتهم؟ النهارده لو العربيه اختلت منك، عجله القياده اختلت منك، وبعد الشر السوبر جيت اتقلب عليك وعليهم، يبقى انت راجل غير مسؤول في الحاله دي. لو حضرتك انا عندي الغلطات اللي هي الجسيمه اللي هو بيقول عليها ديت، انا هتواجه معاه. لا بص هقول لك على حاجه، واضح ان احنا بنتكلم من مسافتين بعاد قوي. انا يا ايمن طبعا بحترمك وانت فوق راسي، بس انا هقف ضدك لما اشوف فيديو زي ده، انك انت بتسوق برعونه وباستهتار وبلا مبالاه وماشي على البركه. ربنا بس هو الوحيد القوة الخارقة سبحانه وتعالى اللي بيخليك عايش انت والركاب، لان دي مش طريقة سواقة سوبر جيت. شركة محترمة كبيرة ليها اسمها، متخصصة في نقل الركاب مش في وفاة الركاب. شكرا للاستاذ ايمن شعراوي، وانا اعتقد ان الجهات المسؤولة عنده هتشوف الحلقة وهتشوف الفيديو، بتترفع الحاجات دي طبعا على الانترنت، وننتظر المتابعة في هذا الملف. ودلوقتي هتوقف عند فاصل اعلاني قصير وارجع اكمل 90 دقيقة. اوعوا تروحوا في اي حته.